مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير سجق دجاج. عندي كيلو سفاين، حبة فليفلة حمرا مقطعة بهيدا الشكل، 4 حبات ثوم مهروسين ناعم، ملعقة صغيرة كمون ناعم، ملعقة صغيرة 7 بهارات، ملعقة صغيرة فلفل اسود، نص ملعقة صغيرة حر ناعم، نص ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة، نص ملعقة صغيرة جنجر ناعم، نص ملعقة صغيرة نعنعة، وملعقتين صغار ملح. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. حط السفاين بالمكنة، كمان بحط الفليفلة، بحط البهارات كلياتهم مع الملح. حط الثوم كمان. بسم الله. بس نعمتن منيح، هلا بحطن بجاط. بسم الله. ريحة بتعقد كتير طيبة. لنكفي الطريقة مع بعض. عندي مي، وعندي الخلطة اللي عملتها أنا وياكم، وعندي نايلو بتتحمل الحرارة. بغط إيدي شوي بالمي، بعمل بهذا الشكل. المي معش بتلزق المكونات. هذه الطريقة. حطها بهذه الطريقة. بسم الله. بضغط عليها وبلفها بهذا الشكل. بضغط عليها من هون كمان نفس الشيء من هيدي الميلة. هيدا الشكل. حطها على جنب وبكفي الباقيين. نفس الطريقة كمان بعمل، بغط ايدي بالماي، بشيل من الخلطة هيدا الشكل. وبلفها بالنايلو. بضغطها كمان نفس الشي، بضغطها من تاني ميلة هيدا الشكل. هول السجق بعد ما لفيتهم بهيدا الشكل وكمان عم بغلي مي. هيدي المي المغلية حط بقلب السجق بهيدا الشكل. بسم الله. حطهم بالمي السخنة حوالي دقيقة. بعد ما غليتهم دقيقة هلا بحطهم بمي مسقعة. بعد ما حطيتهم بالمي الباردة وبردوا منيح، هلا بشيلهم من المي. بعد ما عملنا طريقة الغلي، هلا بدنا نشيل النايلو عن السوسج هيدا الشكل. بسم الله. هيدا الشكل النهائي. فينا إذا حبينا نعملهم بهيدي الطريقة.
بحط زيت زيتون بمقلة، بحطهم بالزيت وبقليهم على الغاز. فينا كمان نحطهم بالفريزر، بقليهم من جميع الجهات لياخذوا لون بهيدا الشكل، وبحطهم بالصحن بصيروا جاهزين للاكل. هذا السجق اللي عملته انا وياكم، بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعث تعليق اذا عجبته الطريقه ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.